أكتر. تتزايد وتيرة العنف في غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني التي استخدمت أساليب متنوعة لقمع الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى خسائر مادية وجسدية، حيث يقدر أكثر من 170 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال الصهيوني خلال الأسبوع الماضي. وعلى خلفية تزايد العنف في غزة وفلسطين بصورة عامة، تصاعدت الدعوات بإنهاء الأزمة ما بين إسرائيل وفلسطين، حيث قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا يتضمن 4 مقترحات لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ومنها تضمنت تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة بما في ذلك نشر مراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلفين بتقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل تأمين رفاهية السكان، ونشر قوى عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة. إسرائيل من جانبها رفضت تلك الاقتراحات، إذ أعلن مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون إن الحماية الوحيدة التي يحتاجها الفلسطينيون هي من قياداتهم. وبدلا من اقتراح وسائل لحماية الشعب الفلسطيني من إسرائيل، على الأمم المتحدة تحمل القيادة الفلسطينية مسؤولية الاستمرار في تعرض حياة شعبها للخطر. صقر منذر، WTV.